إذن للوقوف عند ملف سرقة المال العام لتمويل الدعاية الانتخابية وأيضا التدخل الإيراني في هذا الملف، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس. دكتور محمد، مرحبا بكم. لنبدأ من مصادر، حيث أكدت أن الأموال التي تدخل إلى العراق من إيران منذ انطلاق الدعايات الانتخابية بلغت عشرات ملايين الدولارات، ولكن السؤال المطروح، ما الذي ستستفيده إيران من تمويل الدعايات الانتخابية لبعض المرشحين؟ تحياتي لكم ولمشاهديكم الأكارم. بالنسبة للدعايات الانتخابية الآن، هي عملية التدوير القائمة في حاليا للانتخابات بوجوه جديدة. هذه الوجوه معروفة، وهي تمثل أحزاب وقوى سياسية لعبت دورا سابقا في عملية برامج. هذه البرامج كانت تعلن بأنها سوف تجعل من العراق مدينة، أو بالأحرى دولة كبيرة وعظيمة، ولكن للأسف أنهم دائما يشغلون في مواقع معينة من أجل الاستفادة، ولذلك تراهم يتسابقون اليوم في عملية الانتخابات التي سوف تجري في شهر تشرين أو يوم 10 من هذا الشهر. طيب دكتور، إذا ما اطلعنا على مصادر برلمانية، هذه المصادر أكدت استغلال عشرات المرشحين من الأحزاب السياسية الحالية، استغلوا خزينة العراق المالية من أجل تمويل دعايتهم الانتخابية. لكن كيف يستقيم ذلك مع أنهم يرفعون شعارات محاربة الفساد؟ كيف يستقيم ذلك؟ هذه الشعارات التي يرفعونها هي شعارات كاذبة وليست حقيقية، وإنما يراد منها دعاية انتخابية لهم، ولذلك تراهم الآن يستغلوا مراكزهم حتى في الوزارات وفي دوائر الدولة من أجل صرف أموال الدولة للدعاية الانتخابية، لأنه يقال أن هناك مرشحين لهذه الانتخابات صرفوا بحدود 5 مليون دولار على هذه العملية الانتخابية والدعاية الانتخابية، علما بأنهم يعرفون جيدا أنه شعبنا الآن لا يثق فيهم ولا في برامجهم، لأنها برامجهم كاذبة ولا يمكن أن ينفذوا أي برنامج إلا لصالحهم ومن أجل الكسب المال الأكثر. وهذه الانتخابات سوف تجري، وهناك عمليا رأي للشارع العراقي يقول أنه السلاح المنفلت والمال الفاسد لا زال مستمرين في هذه العملية، ولذلك هناك عزوف تام وكامل من قبل الشرفاء من المواطنين الذين يوجهون نداءات حتى على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل مقاطعة هذه الانتخابات وعدم المشاركة فيها، لأنها يراد منها تدوير هذه النفايات التي تأتي في برلمان جديد يحمل نفس الصفات لهذه الأحزاب، وهي تريد منها وجوه جديدة على أساس وجوه شبابية، وهذا أصبح معروف لدى كل المواطنين أن هناك عملية تضليل، وهذه المشاركة ستتم على أساس أنه تواجد الميليشيات والمال الهادر المهدور من الدولة العراقية من أجل توزيعها على أناس لكسب أصواتهم ولشراء الذمم وخاصة شراء البطاقات. هذا يجري حاليا، لكن شعبنا واعي ويعرف جيدا أن هذه الانتخابات ستكون انتخابات غير نزيهة وغير حرة، لأنه لم يتخذ إجراءات من أجل نزاهتها، وهو أولا يكون هناك عامل أساسي وهو السلاح المنفلت
الموجود لدى الميليشيات، وهذا السلاح ممكن يجري فيه تهديد المواطنين من أجل كسب أصواتهم والموافقة على هذا النائب وذاك الآخر. تعتقد دكتور محمد أن الانتخابات المقبلة ستجرى تحت تهديد سلاح الميليشيات؟ هل يعني تصل الأمور إلى هذا الحد؟ إذا ما تحدثنا طبعا عن عزوف الشعب العراقي عن الانتخابات المقبلة. بالتأكيد أنه الميليشيات ستلعب دور في هذه الانتخابات، لأنها لا تريد أن تبقى السلطة بيد أناس نظيفين شرفاء يهمهم مسألة العراق والمحافظة على كيان هذه الدولة التي تأسست منذ 100 عام، وإنما هم يريدون تدمير هذه الدولة بالاتفاق مع الأمريكان والإيرانيين، ويهمهم أن تبقى دولة العراق دولة ضعيفة وغير قادرة، وإمكانية السير قدما من أجل بناء مستقبل للأجيال القادمة لا يمكن أن يصير في ظل هؤلاء الذين هم يفكرون دائما في المزيد من سرقة أموال البلد من نفطه ومن ثرواته. وبالتأكيد أن الشعب العراقي يعرف جيدا أنه هذه الانتخابات لا يمكن قيامها إلا في ظل ديمقراطية حقيقية ونزيهة، والآن يعرفون جيدا أن هذه لا نزاهة ولا ديمقراطية، وإنما هناك أساليب خاصة يقوم بها الميليشيات على قدم وساق من أجل كسب أصوات الناخبين. من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس، شكرا جزيلا لكم.